أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس، والبداية من عمليات الهجرة غير النظامية، حيث تمكن الحرس البحري من إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية وأنقذت 14 مهاجرا بينهم رضع، وحجزت 4 مراكب حديدية ومبلغا ماليا. اعتقلت الشرطة الإيطالية شابا إيطاليا من أصل تونسي بتهمة ارتكاب جريمة التجنيد لأهداف ترتبط بنشاط الإرهاب الدولي. تراجع الاقتراض الخارجي لتونس بنسبة 2.5% في وقت أكد الرئيس قيس سعيد ضرورة التعويل على الذات لتمويل ميزانية الدولة. اشترت الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في تونس حوالي 100,000 طن متري من القمح اللين و50,000 طن متري من علف الشعير في مناقصة دولية. تأهلت لاعبة التنس أنس جابر إلى الدور الثمن النهائي لبطولة نينغبو الصينية ذات 250 نقطة بفوزها على منافستها الفرنسية المصنفة 99 عالميا بمجموعتين دون الرد. توفي سائق سيارة أجرة في حادث اصطدام بحافلة تابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن على متنها 28 راكبا بالطريق الرابط بين المتلوي وقفصة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.